بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم راح اتكلم عن الشل سكريبتنج وكيف اتحقق من انه امر معين نفذته بالشل بالسكريبت اللي انا سويته، هل هو تم تنفيذه او ما تم تنفيذه. طبعا عندنا كل امر نتنفذه بالشل راح يرجع لنا برقم معين. اذا رجعنا بالرقم صفر، طبعا نتكلم هذه المعلومات حسب المانيوال الخاص بالشل، تمام، انه اذا رجع الرقم صفر معناته تم تنفيذ العمليه، اذا رجع الرقم واحد معناته فيه يعني بعض المشاكل، اذا رجع اثنين معناته في مشاكل كبيره، طبعا ممكن يرجع لك اكبر من اثنين، يعني تحصل فوق المية احيانا، تمام. لذلك يهمك ان تعرفه تحديدا انه صفر معناته تم، غير صفر ما تم. كيف نقدر نعرف الشغلات دي؟ خلونا نفتح الطرفيه ناخذ مثال. اوكي، لو كتبنا الامر ديت ضغطنا انتر، كيف نتحقق من امر ديت انه تم تنفيذه ولا لا؟ فيه بالشل علامة الدولار مع علامة الاستفهام، هذه تطبع لك اللي هي القيمة السابقة، هل هي تم تنفيذه ولا لا. نكتب ايكو انتر، اعطانا صفر معناته انه مية مية. طيب خلونا مثلا نسوي سي بي، ننسخ ملف معين، تمام. عندي ملف اسمه شل هنا، شل دوت شل، ننسخه الى الروت. طبعا انا ما عندي صلاحيات روت، ما راح ينسخ للروت. اوكي انتر، راح يقول لك permission denied. الان لو قلنا ايكو، تمام، اعطانا واحد، ليش؟ لانه ما تمت العملية، تم رفض العملية. العملية صحيحة لكن تم رفضها لأنه ما عندي تصريحات، معناته أنه تمت العملية بس أنه فيها مشكلة. لاحظوا أنه أعطانا واحد، لكن ممكن نجرب شغلة ثانية زي مثلا سي بي شل دوت تكست، طبعا هذا غير موجود، إلى روت. أوكي، نجي الحين نطبع هذا الأمر، لاحظوا أنه أعطانا واحد بعد، ليش؟ لأنه خاطئ العملية هذه. طيب أنا ممكن أسوي سودو apt get update enter، تمام. إيش راح يسوي هذا الأمر؟ راح يسوي تحقق من المستودعات أو يسوي تحديث المستودعات، تمام. الان لو سوينا ايكو اعطانا صفر، لاحظ معي الحين يا عزيزي لو جيت وقطعت عليه داخل عمليه وقفته عن طريق كنترول سي، الان وقفت العمليه هنا وسويت طباعه للامر هذا، لاحظ انه اعطانا رقم 130، هذا يعني انه ما تمت العمليه. فكره الموضوع انه صفر يعني تمت، غير صفر ما تمت، ايا كان الرقم ما تمت. اوكي، طيب كيف نسوي سيل سكريبت يساعدنا على نعرف تم او ما تم؟ راح نستفيد من الدرس اللي راح اللي هو الاوامر الشرطيه بالدرس حق اليوم. نجي الله يسلمكم هنا للباش، طبعا زي العاده بن باش، وبعدين راح ندخل على سكريبت. نجي الحين نكتب هنا امر معين، لنفترض سي بي هوم شل، لا هوم عبد المجيب، تمام. شل في ملف عندي هنا اسمه شل دوت شل، طبعا صغر الخط شوي، تمام. ننسخه وين؟ خلينا ننسخه الى هوم عبد المجيب. اوكي، بس عشان اتاكد انه مجلد الهوم عندي ما في شيء، ار ام شل دوت شل. اوكي، حذفت الشل اللي اشتغل، ما في مشكله، تمام. ادخل على الهوم ونحذف ار ام شل دوت شل، موجود هنا. اوكي، الان نجي الله يسلمكم ونكمل. طبعا سيف فايل از لاني حذفته انا اساسا، فراح نجي هنا ونحفظه بالمكان السابق. طيب راح ننسخه الى الهوم، نجي هنا ونسوي اف. طبعا قبل تسوي الاف لازم تحط عندك متغير، تمام. لذلك نكتب سي بي 1 او نكتب سي بي ستاتس، تمام، اللي هي حاله النسخ، تساوي الامر هذا. الامر هذا الان تم تخزينه في المتغير هذا. طيب نجي احنا نكتب هنا اف، نحط الاقواس هذه الكبيره، تمام. او راحت ها هذا هنا. طيب نجي ونكتب طبعا احنا قلنا اف اف سي بي ستاتس تساوي صفر. في شيء خطا يا ولد. هذا مو متغير، تعال متغير هنا سي بي ستاتس يساوي صفر، تمام. نجي هنا نسكر القوس وبعدين نقول then، اذا كانت تساوي صفر اطبع كومبليت اللي هي اكتمل نقطه، else اذا كان شيء غير الصفر ايكو not completed. اوكي، not completed. اوكي، انا نجي نكتب فايل، هذه العمليه الاولى. نجي نسوي عمليه ثانيه، نكتب طبعا راح نحط ويت هنا بحيث انه ينتظر العمليات اللي فوقنا تخلص. نجي الحين نكتب سي بي هوم مثلا، طبعا ملف اي كلام، طبعا الملف هذا غير موجود، الى هوم ملف اي كلام، طبعا الملفات هذه غير موجوده. الان نجي نفس الفكره هذه، نجيبها كامله بس نغير شوي به. راح نسوي طبعا غير متغير السي بي ستاتس، نسمي سي بي ستاتس مثلا 2. اوكي، نحط سي بي ستاتس 2. اوكي، الان راح نشوف العملية التحقق. طبعا العملية اللي فوق صح، راح يقول لنا كومبليت، العملية تحت راح يقول لنا نوت كومبليتد. اوكي، اوكي، نجي هنا احنا ندخل على ملف الشلة اللي انا سويته
ونعطيه تصريح change mode زائد x shell dot shell نجي حين ونشغل shell dot shell enter. تمام لاحظ انه اعطاك الاولى completed زي ما شايف الحالة الاولى completed الثانية not completed واعطاك الخطأ قال لك no such file or directory. هذا درس اليوم نشوفكم ان شاء الله في درس قادم وفي امان الله. اي في شيء ناقص؟